الحباب ما تشوفوني لابسه هاد التريكو، عارفوا القضيه فيها دي سوان وفيها الحنان والقلب الهاني وفيها شحال من حاجه. المهم غنشارك معاكم واحد الفيديو، خفت لو تريبي لا طيح، غنشارك معاكم واحد الفيديو زوين وبنين، زوين وبنين وفيه حويجات زوينين. المهم غنشد شعري وهنجمعو وهنمشي وهندير واحد لافارس على قبليت، هندير غنشارك معاكم واحد الرغيفات بطريقه صحيه زوينين البنات. رغيف هانتوما تشوفوني كندير ليهم زوينين البنات وبنان. نتمنى تكونوا نتوما بخير، اموركم مزيانه. ايوا حنايا بخير بخير، غاديين دقه دقه هي هذيك. المهم غنجمع هاد الشعر وغندير الزيف تاع حياتي، لان من تنبغي ندخل الكوزينه كما تتعرفوا سبحان الله ما نبغيش نذكر الاسم، ترتاح من تندخل الكوزينه بزيف حياتي. هاني هنديرو وهنديكم معايا وهنشارك معاكم في هاد الفيديو شحال من حاجه. هاني يا حبيباتي، رمضان رمضان والبساطه ورمضان تندوزو بمقص، فهمتيني؟ تنحاول اننا ندير اتونسيون من تنكون في الحمام. هي هذيك ويلاهم معايا البصيله غنشحرها هي الاولى، غنشحرها هي الاولى تذوب مزيان، وغنزيد عليها الفلافل ونزيد عليها الزيتون مقطع هي هذيك. ومن بعد واش نزيد السلمون سومون فيمي ولا الطوم ولا الدجاج، المهم ديروا فيها اللي بغيتو كما قلت، ولا الكفته ديروا اللي بغيتو. المهم غنجبد الفلافل غنمر نقطعهم في الثلاجه، نقطعهم في الثلاجه. ها هو السومون فيمي، اما ندير سومون فيمي ولا ندير بواطا تاع الطوم. فلافل الخضر الخضره والحمراء والصفراء. شوف البنات وحق الله العلي العظيم لهذه الفلفله قطع عليا البارح الزوج العزيز، هو اللي قطع عليا، كان عنده شويه تاع الوقت وانا كنت نصيف في لي كوموند توعي لي في السيت اللي تقدم عندي البنات. كنشكر البنات اللي تقدموا عندي وتيثقوا فيا، الله يعطيكم الخير. هي هذيك اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، راه السيت ويب عندي سميتو فيدي بوتيك، دابا نكتبو ليكم. اللي بغات البناضه ولا الجلابيه ولا القفطان ولا الصباغه الطبيعيه ولا الكورسي والبوستي والماشب، مرحبا بكم. هي هذيك صافي، هو اللي قطع عليا البنات الفلفله. المهم انا غندير الفلفله حتى هي تشحر وندير سميتو الربيع. ها هو البيرسيل ما عنديش مقطع في الكونجيلاتور، نخلي هاد لافارس تبرد على خاطرها ومن بعد نوريكم احباباتي كي هندير هادشي كله صحي، ولاباط ان شاء الله تكون صحيه ونوريكم احباباتي. هانتوما البنات نشحر توابل، ديروا الربيع والقزبر يا ديك زيت الزيتون. المهم عادي كيما مولفين هاد الخير، خاصني نقادو ونرجعو للثلاجه هادشي اللي درتو راه كافي. فوالا نخليه يتشحر مزيان كيذوب، وغنزيدو في الاخر نزيد شويه تاع الربيع ونخليه يرتاح مع راسه. غنغطيها البنات، خاصني نغطيه، خاصه الخير يتغطى. بسم الله ها هو البنات غنغطيه، ومن بعد من يبرد غنكمل معاكم. البنات تتهزي جوج ورقات تاع فيلو لاباط فيلو هي هذيك، وتديري العماره العماره اللي بغيتي كتري ورقه لي انتيا والسميتو اللي بغيتي. المهم تديريها بحال اللي بغيتي طوي مسمنه وصافي. هنواكبها مع شلاضه، هندير شلاضه هي هذيك، بقى عندي شي شويه تاع الكفته الكبده من البارح، والصوبه بقى عندي والله يجعل البركه خير وبركه حباباتي.
المهم ناقصه من السعرات الحراريه، ناقصه. بغيتو تغطسو هذيك لاباط فينو فيلو قبل ما ديروا العماره، مع شويه تاع الحليب والبيض، تربوه مع الحليب وديروا شويه تاع الملحه وشويه تاع البزار، ديروها باش تبن ليكم هذيك لاباط فيلو، لان لاباط فيلو باسله ماشي بحال الورقه تاع البسطيله، تكون باسله ما فيهاش شي مذاق. المهم تقدو ديروا شويه تاع الحليب، شويه بيضه، طربوها وديروا مليحه والبزار، وتغطسوا هذيك لاباط. درت جوج ورقات، قبل ما ننسى، درت جوج ورقات هزيت جوج، يا هذيك طويتهم بحال اللي بغيت ندير المسمن، صافي الى عذاب لا تش حاجه. تقدوا البنات يديروا هذه القضيه، هذه بلاباط، لاباط بغيزي وتلاباط فويتي. البنات ها هما، درت ستة بالنسبة للسيدات اللي بغيتوا تغطسوهم قبل ما تعمروا فيهم الحشوة بالحليب والبيض، ديروها راه حتى هي تجي مزيانة. المهم انا ما بغيتش نكتر على راسي، الله يجعل بركة. لاباط فيلو ترى تجي زوينة وتجي خفيفة، او ميم طون ما فيهاش السعرات الحرارية كثيرة. المهم هنخليها تقرب الفطور وهندخلها الفران، تجي رائعة رائعة بلاباط فينا فنة. المهم كما شفتوا المرة الأولى درت لها بحال هكذا، شوية قلبتها. بغيتي ديرو صفر تاع البيض ديروه، نقد ندير دابا صفر تاع البيض تاع أنا. البنات الفطائر، المهم رانا درت الحنينة هنوريكم، لأن في الليل في الفطور نقد ننسى. المهم هاهما الفطائر كيما تيخرجوا، غنطفي عليهم باش نعاود نشعل عليهم قبل الفطور، تيجو زوينين وتيجو إلتي وتيجو مقرمشين وتيجو زوينين. نوريكم حيدة هاي، تيجو فنين البنات. أنا غنقلب الكاميرا وغنوريكم واعرين تيجو، والسعرات الحرارية قليل قليل قليل. غنطفي الفران ونعاود نشعل عليهم قبل الفطور، من يقرب الفطور. انا قبل الكاميرا عامه البنات. المهم راه ما حمرتهمش بزاف، شوفوا تيجو مقرمشين مقرمشين، تيجو فنين والله العلي العظيم. جربوهم بلا بات فيلو وردوا عليا الخبار. تتجي بنينه، تتجي مقرمشه البنات، تتقدي طيبيها قبل وتتعاودي تدخليها الفران من تتبغي تاكلي، تتجي مقرمش، واحد القرميشه فنه حباباتي. المهم نتمنى تجربوها.